بسم الله الرحمن الرحيم. تم وبعون الله القبض على شبيح من عصابات الأسد من قبل كتيبة أسود الله مجموعة الهيثم، وهذه هويته. شو اسمك انت؟ العسكري مجند خالد عمر نصر. شو مهمتك بالجيش؟ مهمتي رامي قناص. كم شخص قتل؟ كثير. أطفال؟ أطفال ومن الجيش الحر. ونساء؟ ونساء. كم سرع عندك؟ كثير. ليش تسرق؟ أوامر. أوامر مين؟ للعقيد هيثم محمود الحمود. منين هذا هيثم؟ من صافيته. من صافيته. كم حالة اغتصاب عندك؟ كثير. ليش؟ كمان أوامر. كم حالة من حرائرنا اغتصبت أنت واللي معك؟ أنا مرتين. مرتين؟ ما عندك أهل؟ عندي أهل. ما خفت على أهلك؟ خفت على أهلي. الأسد شو حفيدك الأسد؟ ما فيدني بشي والله. ليش سويت هيك؟ والله أوامر. أوامر. تكبير. الله أكبر.